أنا أقول إذا كانت هناك جولة ثانية فبالتأكيد هذه قراءتي. إذا كانت هناك إذا لن تحسم الأمور في الجولة الأولى، في الجولة الثانية سيكونان منافسان قويان، جديدي ومسعود بنزشكيان، وهذه المنافسة ستكون قوية. قسم من كثير من آراء الدكتور من آراء قاليباف ستصب في سلة مسعود بنزشكيان، وأتصور النتائج عند ذلك تحسم لصالحه.